أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على آلائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصفيائه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حكاية جديدة وحرف جديد وحرف التاء، آخر حروف مخرج طرف اللسان مع أصول الثنايا. بتقول يا شيخ اللي ما تابعناش، احنا قلنا من الطاء والدال والتاء اللي ما تبعناش في الحلقتين اللي فاتوا. الطاء والدال والتاء بيخرجوا منين؟ من مخرج واحد. ايه هو؟ طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا. اصول الثنايا العليا، اصول الثنايا العليا، قلنا دول اسمهم الثنايا العليا، اصولهم يعني التقاهم ايه؟ باللثه من الداخل. طرف اللسان بيطعم فيهم. مع الطاء والدال والتاء، لو حضراتكم قلتوا ط اد ات، هتلاقوا اللسان بيتحرك في حيز بسيط قوي، مش في مكان واحد كله. نجرب تاني كده. أط أد أت أط أد أت. ها، اللسان في مكان واحد؟ مش في مكان واحد، لا يمكن يبقى في مكان واحد، بس بيتحرك في بؤرة بس صغيرة جدا، ما نقدرش نحدد التلاتة بيخرجوا من تحديدا كل حرف منهم، لكن مجازا العلماء قالوا إن التلاتة بيخرجوا من مخرج واحد. طيب، اتكلمنا على الطاء واتكلمنا على الدال، ومعنا اليوم الحرف الثالث وهو حرف التاء. يبقى التاء بتخرج منين؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. طيب، إيه صفات التاء؟ التاء هي نفس صفات الدال بس ما عدا صفة واحدة. طب خليهم صفتين. الصفة الأولى للتاء وهي صفة الهمس، ودي اللي بتخلف فيها إيه؟ الدال. يبقى التاء إيه؟ حرف مهموس. مهموس يعني إيه؟ بيجري فيه النفس. طيب، الصفة الثانية، ودي صفة الشدة، يعني انقطاع الصوت. هي دي مشكلة التاء، جريان نفس مع انقطاع صوت. يعني غالبا بنلاقي جريان صوت وانقطاع نفس، لكن جريان نفس وانقطاع صوت هنقول دلوقتي ميكانيكيتها ازاي. طيب، الصفة اللي بعد كده صفة الاستفال، ودي صفة ترقيق الحرف، معناها الحرف مرقق، يبقى التاء حرف ايه؟ مرقق. الصفة اللي بعد كده وهي صفة الانفتاح، ودي صفة تحقيقها بيتم من خلال انفتاح ما بين الفكين. تا ما اقولش تا، ما ينفعش. وعدم التصاق اللسان بسقف الحنك. الصفه اللي بعد كده وهي الصفه المعنويه، وهي الصفه الخامسه من الصفات اللي لها ضد، وهي صفه الاصمات، ودي صفه معنويه. هل ليها صفات تانية؟ لا، هم خمس صفات بس، يعني ملهاش صفه تانية بعد كده؟ لا. طيب، هنقول حاجه، لولا الهمس، الهمس في التاء لأصبحت ايه؟ دال. وده احنا كلامنا قلناه امبارح لو تفتكروا، قلنا الهمس هو الصفه اللي تفصل بين الدال والتاء. يبقى انا لو منعت النفس هتقبل التاء القلقله؟ لان هيخش على مخرج الدال على طول. الحرف المخرج اللي ما فيهوش اللي فيه قلقله هو مخرج ايه؟ المجاور للتاء، هو مخرج الدال. يعني لو منعت النفس اعرف على طول يقينا. طب حد يسالني سؤال، الهمس صفة ملازمة للحرف في كل حالاته ولا ما يكون ساكن بس؟ بص حضراتكم، خدوها قاعدة، الهمس صفة ملازمة ولازمة لكل حروف الهمس في كل حالاتها. يعني الهمس مش في ساكن بس، ده كانوا بيقولوا لنا اما تيجي التاء متحركة ما تهمسهاش، احذر من همسها. لا، هو انا ممكن اقول لك خفف الهمس شوية، لان الهمس هنا ضعيف، لكن لما تكون ساكنة الهمس بيبقى ابين واوضح. والهمس الابين والاوضح ده مع التاء المفروض ما يسمعش، فبالك لما تكون متحركه. لكن معنى ان انا اقول اعدم الهمس خالص، مفيش حد قال بكده خالص، لان الهمس صفه لازمه للتاء لا تنفك عنها في كل حالاتها في القران. طب ده كلام جديد علينا. طيب، الهمس بقى جراني النفس زود بيبقى قد ايه؟ او ليه صوت زي ما بنسمع كده اللي بيقول قالت؟ لا يا عم، انت كده عمشيت صوت مش نفس. فين النفس؟ ده احد المشايخ كان لما حد من التلاميذ بيقول كده كان يقول له ايه؟ يقول يا اولاد، في حد، كان الشيخ كفيف، كفيف البصر، كان يقول يا اولاد حد بيعطس فيكم؟ ما هو بيقولها كده، قالت. ايه يا عم؟ اهدى شويه، قالت
سمعت مني نفس تاني؟ قالت بس هو ده النفس، لكن اطلع صوت شبيه بالسين؟ لا، ده مش همس، ده انا كده اضفت للقرآن صوت مش موجود فيه. او ان شئت فقل اضفت للقرآن حرف شبيه بالسين، يبقى ما طلعش صوت مع النفس. اما اجي يعني احقق التاء في حال سكونها، خاصة في حال سكونها لان الهمس بيبقى ابين، ما عملش فيها صوت، يبقى نفس بس. طيب انا عندي يحضرني قول جميل جدا لاحد المشايخ، كان بيقول نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد. اقولها تاني؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نهمس همسا لا يترتب عنه حرف زائد. يعني الهمس بتاعنا لابد من بيانه، لكن ما يوصلش الحرف زائد في القرآن. الكاف والتاء هما اللي فيهم الصفة دي، جرين النفس وعدم جرين الصوت. عشان كده الكاف بعض الناس بيوصلها للهاء، والتاء بنوصلها للسين. ما لك دي هاء، ما عنديش هاء. قالت دي سين وانا ما عنديش سين، فناخد بالنا. طب انا قلت هنتكلم على ميكانيكية الصوت بشكل سريع. ميكانيكية الصوت بتبقى ازاي؟ انا عندي العقل او المخ بيدي اشارة للرئتين، تنتفخ، ده باختصار تنتفخ وتطلع ايه؟ هواء. الهواء ده بيصطدم بالاحبال الصوتية يتحمل بصوت، بقى عندي هواء ايه؟ ركزوا معايا، محمل بصوت، يخش على المخرج، انا اللي بحبسه هو بتحكم فيه بعد كده. لحد هنا كل ده لا ارادي، انا ماليش تحكم فيه. طيب اول بقى ما انا هحبسه في المكان، انا بحبس ايه؟ الصوت والنفس ده في مكان، اما يخرج من المكان ده بعد حبسه الصوت والنفس، او يخرج النفس بس، او يخرج او ما يخرجش لا نفس ولا صوت. طب التاء صوت محمل بنفس او نفس محمل بصوت، بينحبس في مخرج التاء، اللي بيحصل ايه؟ الصوت بينقطع واللي بيمشي النفس، ودي صعوبتها. لو الصوت بيمشي اسهل، لكن جرايين النفس بس هو ده اللي صعب. طب انا لو ما طلعتش الهمس يا شيخ، التاء تطلع؟ لا ما تطلعش، ما ينفعش تطلع تاء بدون همس. هبقى عملت ايه؟ ما انا منعت النفس. هنرجع لكلامنا بتاع امبارح، هنبدلها بدال، هتبقى ايه؟ أد أد أد، قريبا بالدال ولا لا؟ طب اسمع كده، أت ها في فرق؟ طيب نجيب حالات بقى التاء، وحالات التاء سبعة، خلاص احنا حفظنا أت أت. ده في حد هيقول لي حاجة تانية، هيقول لي يا شيخ طب النفس يطلع بعد ما مكن لصوت التاء لمخرج التاء ولا في نفس المخرج؟ لا، الهمس ملازم للمخرج، ما ينفعش ان انا اجيب همس بعد التاء. اسمع كده، لو قلت ايه؟ أت، انا كده جبت ايه؟ دال، مع اني همست، بس الهمس طلع فين؟ طلع الهمس بعد الحرف، ما ينفعش، لازم يطلع مع الحرف. اسمع كده، اسمعي كده، ات بس، ات. انتوا سامعين ولا مش سامعين؟ لازم الهمس صاحب الصوت، صوت الحرف، الانقطاع الصوت في المخرج. ات، ما ينفعش اقول ات زي ما ناس كتير بتعمل، يوم جاي معلق الحرف وقطع صوت ونفس ويجيب همس بعد كده. الهمس بعد كده ملوش لازمه، ولا ليه لازمه خالص، ولا كاني جبت الحرف التاء وبدلت بدال على طول، لاني قطعت صوت وايه؟ ونفس. ده بالعكس كمان، ده انا ما قلقلتش كمان، يعني ما جبتش دال، انا جبت انقطاع صوت وانقطاع نفس، وده مشكله. يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اتدرب ان انا اطلع الهمس مع صوت التاء. انا ليه بدوس في الحته دي قوي وبتكلم كتير فيها؟ لان كتير من الناس بسمعهم يجيب الهمس بعد مخرج التاء، فبالتالي ما تجيش تاء، تيجي كانها دال مش مقلقله، يقطع صوت ونفس، ما ينفعش. اد اد، انا كده بعمل 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 داخل على مخرج التاء بس بقطع النفس، فبيتحول لسان مخرج الدال على طول. لكن انا لو انا مشيت النفس هتبقى ايه؟ ات 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 ات، شو بكرر قد ايه؟ ات 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 ات، 70. طب انا لو بقى ما مشيتش نفس، اد، ما اعرفش اجيب همس في مخرج الدال، طالما قطعت النفس خلاص انا دخلت على مخرج الدال. طيب الحاله الثانيه من حالات التاء، تاء، الله، انت بتطلع ماشي نفس كمان في التاء المتحركه. ما احنا اتفقنا بقى ان الهمس لا ينفك عن التاء في كل حالاتها، سواء كانت متحركه او ساكنه، لكن بيخف ويبقى ضعيف جدا في حال الحركه. يبقى ايه؟ تاء، تو،
طب انا لو ما عملتهاش كده، طب نجرب كده وما نعملش همس ونشوف هنعملها ازاي. د تو دال دال على طول، يبقى ايه؟ ت تو ات تي اللي هي التاء المكسوره، ات ات تو ات تي. بس انا ما بقولش التاء التي التو عشان نضحك، ده انا بقول كده عشان ابين حالات حرف التاء. نقولها تاني بقى بشكل سريع، ات تا تو تي ات ات تو ات تي. بس دول كام؟ سبع حالات، ولا تخرج التاء عن السبع حالات دول. طيب عرفنا المخرج، عرفنا الصفات، عرفنا الحالات وازاي ننطقها، نخش على الاخطاء الشائعه. اول خطا يقابلني، ودايما بنتكلم في كل حرف عن حال سكون الحرف، لان انا ليه بنتكلم على كده؟ لان انا عندي الحرف الساكن بتتجلى فيه كل الصفات. يعني ايه؟ يعني الصفات كلها بتظهر ظهور كامل في حال سكون الحرف ده. لكن لو متحرك الحركه بتكبره. يعني ايه بتكبره؟ يعني بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج اصل الحركه. طب ده الكلام ده محتاج توضيح ومحتاج صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عندي الحرف المتحرك بيشترك في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. جايب منين الكلام ده؟ من عندك؟ لا مش من عندي. الإمام الطبي بيقول إذ الحروف وإن تكن محركة يشاركها مخرج أصل الحركة. إذ الحروف وإن تكن محركة، أما تكون متحركة يعني، يشاركها في المخرج يعني مخرج أصل الحركة. أصل الحركة، أصل الفتحة إيه؟ نفتكر بقى أول حلقة أما اتكلمنا على حروف المد والحركات. أصل الفتحة ألف. يبقى الحرف لو متحرك بالفتح بيشترك في مخرج الحرف ومخرج إيه؟ الألف. يعني بنتقل مخرج الحرف لمخرج الالف. طب لو الحرف محرك بضم بنتقل من مخرج الحرف الى مخرج الواو. طب الحرف محرك بكسر انتقل من مخرج الحرف الى مخرج الياء. يبقى انا كده بنتقل من مخرجين، من مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. ده اللي بيخلي الحرف المتحرك ما عنديش فيه مشاكل كتيره. ليه؟ في مخرجين، مخرج الحرف ومخرج اصل الحركه. لكن الساكن لازم امكن المخرج كويس جدا، ولو في زمن أو امشي الزمن، في زمن صوت امشي الصوت، في زمن جرين صوت فتره زمنيه بسيطه زي التوسط امشي فيه صوت فتره زمنيه طويله، في انقطاع صوت لازم اقطع الصوت. كل ده لازم يبان في ايه؟ في حال سكون الحرف. طيب يبقى احنا محتاجين نعرف نطق التاء الساكنه وضبط القراءه فيها. اما اقول اتقن، اسمعوا الهمس، اتقن الهمس مشي مع التاء ولا لا؟ كتير ناس يقول ايه؟ اتقن اتقن. سمعته تاء ولا دال؟ ولا حرف بين الاثنين، بين الدال والتاء؟ حرف بين الاثنين، قريب من الدال قوي. طب محتاج اعمل ايه؟ امشي النفس في المخرج. احنا اتفقنا بقى خلاص بقى، اي تاء ساكنه انا بدوس على دي قوي. ليه؟ لانها مهمه جدا. اي تاء ساكنه امشي النفس فين؟ في المخرج مع صوت الحرف وانا بطلع الحرف. اتقن 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 اتقن، ما اقولش اتقن، ما ينفعش. ولا اقول اتقن، انا لسه بنحضر بقى، ما ابدلش التاء بسين او اجيب سين بعد التاء. اتقن اتقن ات ات، لا ما تنفعش. لازم ايه؟ اتقن اتقن. انا ماشي نفس بس، لاحظوا كده مفيش صوت بيطلع. ات ات ات، ما اقولش ات ات ات، لا ده خطا. طيب ايه من الاخطاء الثانيه؟ عند ادغام التاء، إذا جاءت التاء ساكنة وجي بعدها طاء، في عندي إدغام هنا. إدغام إيه؟ مين يقول لي؟ ها؟ إدغام متجانسين. متجانسين يعني إيه؟ المتجانسين دول هم الحرفين اللي خرجوا مخرج واحد واختلفوا في الصفات. وأنا عندي الطاء والتاء بيخرجوا مخرج واحد، لا سالين طاء دال تاء. والطاء والدال وتاء من هو ومن هو من؟ خلاص؟ طيب إذا أدغمت في الطاء أعمل إيه؟ التاء عندي بتذهب بالكلية وتفضل بطاء. أقول إيه؟ وقالت طائفة. ما اقولش وقالت طائفة، قالت، لا ده انا بشيل التاء، ده ادغام كامل، هتلاقي تشد على الطاء. يعني بشيل التاء وابدلها بطاء. قالت طائفة. طيب امتى تاني بتضغم التاء للتجانس؟ بتضغم في الايه؟ في الدال. ودي ليها موضعين بس في القرآن. يعني مع الطاء ليها مواضع كثيرة، لكن مع التاء مع الدال ليها موضعين بس في القرآن. نقولهم؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
فلما أثقلت دعوا الله. أنا كده عملت همس ما ينفعش. فلما أثقلت دعوا الله. كده إيه ده الموضوع الأول. الموضوع الثاني قال أجيبت دعوتكما. يبقى هما موضوعين بس في القرآن اللي فيهم إدغام تاء في دال. آه مالهمش ثالث؟ مالهمش ثالث. طب أعمل إيه؟ ما أقولش فلما أثقلت دعوا الله، ما أعملش القوة ديت والشدة ديت، أنا بشيل التاء وأبدلها بدال وما أقولش فلما أثقلت دعوا الله، لا أنا كده جبت همس، يعني جبت تاء وأنا ما عنديش تاء هنا، التاء أضغمت ذهبت بالكلية وأبدلت بحرف الدال. مش عندنا الإدغام بينتج عنه إيه؟ تشديد للحرف الثاني، بشيل الحرف اللي هدغمه اللي هو التاء وحط مكانه حرف زي الحرف اللي هيتضغم فيه اللي هو الدال، فاقول ايه؟ اثقلت دعوة اجيبت دعوة دعوتكما. خلاص. طيب ايه تاني من الاخطاء؟ من الاخطاء اللي بتقابلني اذا جاورت التاء حرف مفخم وخاصة الطاء، بنعمل ايه؟ بنبدلها بطاء. مش مصدقني؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما أقول فلم تقتلوهم تقتلوهم، ده مع القاف، لكن أنا عايز أجيب مثال تاني مع الطاء، كوشي طاط. إيه طاط دي؟ لا هي كوشي طاط، ما احنا اتفقنا خلاص بقى إن أنا أفصلهم بإيه؟ ابتسامة. كوشي طاط طاط. طب لو ما جبتش الهمس هتبقى طاط طاط. هي طاء دي ولا تاء؟ آه ناخد بالنا. ولو مع القاف برضو ومع الحروف المفخمة، إذا جاورت مفخم جه قبلها مفخم أو بعدها مفخم، بحذر من تفخيم التاء. زي لسه دلوقتي مثال تاني، فلم تقتلوهم تقتلوهم، ده الصح. الخطأ فلم تقتلوهم تقتلوهم طق 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 طق، لا. ليه؟ لأن أنا هبدلها بطاء، لأن طاء حرف مفخم ومعاها مجاور ليها في المخرج، فأقول تقتلوه. أفتطمعون ما أقولش أفتطمعون، زي ما كتير مننا بيقول أفتط طط، هي طاء طاء ولا تاء طاء؟ طب اجيبها ازاي يا شيخ؟ اقول كده افا تاء طاء تاء طاء تاء طاء تاء طاء تاء طاء، بس افا تاء طاء معون، ما اقولش افا طاء طاء معون، وكده ابقى خلصت ايه؟ التاء من الطاء. قلنا خطا تاني واتكلمنا عليه بالامس، وهو ابدال الايه؟ التاء بدال، زي ما ابدلنا الدال بتاء في الدين. في ناس بتقول ايه؟ والديني والزيتون، والديني هي والتيني، لابد من الهمس، لابد من جريان النفس في التاء الاولى من المشدد، والتي والثانيه برضو والمتحركه بكسر. بيقولوا الحلقه انتهت ولسه كان عندي كلام على الاخطاء. يا ريت تتابعونا في برنامج احكام التجويد بعد رمضان باذن الله تعالى، لان احنا هنتكلم على كل حرف بتفصيل اكبر من ذلك، هنتكلم على الصفات بشكل اكبر، وهنتكلم على المخرج، وهنتكلم على الاخطاء الشائعه اكثر من ذلك بكثير. دي بس نبذه بسيطه عن الاخطاء. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ألقاكم غدا بإذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف هنقول مخرج بقى، مش هنقول حرف، مخرج الصاد والزاي والسين. هنبدأ بحرف الصاد، انتظرونا. ألقاكم على خير حال، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.